جامعة هوارب مدن العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الجزائرية. وزير الخارجية الألماني يزور أحد أهم مشاريع نقل المعرفة من بلاده إلى الجزائر. بالتعاون مع شركة زيمنز تخرج أكثر من 120 طالبا من فرع هندسة المكننة منذ تأسيس الفرع عام 2008. المحادثات مع الجزائريين بدأت الآن فقط. الجزائر تعتمد على قوتها الاقتصادية المستمدة من ثروتها من المحروقات، لكن البلاد بدأت الآن تنتهج مسارا حذرا لتنويع اقتصادها. لذلك أبدى الجزائريون اهتماما كبيرا تجاه الوفد الاقتصادي الكبير الذي يرافقني من أجل التعاون معه على تطوير قطاعات اقتصادية خارج قطاع المحروقات. تعتمد الجزائر كلياً على إيرادات صادراتها من النفط والغاز، وللتخلص من تبعيتها للمحروقات تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنويع اقتصادها، وقد خصصت لهذا الغرض في الخطة الخمسية المقبلة استثمارات بقيمة 200 مليار يورو، استثمارات باتت غير مضمونة في ظل تهاوي أسعار النفط من 120 دولار لأقل من 50 دولار للبرميل في نصف عام فقط. لذلك تسعى الحكومة الجزائرية إلى تبديد مخاوف شركائها الاقتصاديين. سيدي الوزير، أستطيع أن أطمئنكم في الوقت الذي نطلق فيه خططنا الخمسية بأن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة تتمتع بالحجم اللازم والموارد المالية اللازمة من أجل خلق شراكات من النوع الذي نتمناه لبلدينا. تطمينات قد تلقى آذاناً صاغية لدى الألمان، لكنها لن تخفف من قلق الشارع الجزائري إزاء دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة. فالكل يدرك هنا أن عصر شراء الدولة للسلم الاجتماعي عبر السيولة الكبيرة التي تتمتع بها قد انتهى.